بعد التجهيزات الطويلة نقوم الآن بالتمهيد الصاروخي والمدفعي على أحياء حلب الغربية، ونحن الآن موجودون في منطقة المنصورة. نقوم الآن بالقصف الصاروخي والمدفعي على منطقة مبانئ الضباط، الراشدين، دوار باب السلام، وبإذن الله تعالى بعد ساعات سوف يفك الحصار على أخواتنا المحاصرة، بل ليس لفك الحصار بل لتحرير حلب بالكامل. الله أكبر، الله أكبر، هذه هي المفخخة الرابعة حتى الآن.